ارتياح كبير في أوساط المواطنين بمحافظة البيضاء بعد نجاح وساطات قبلية بقيادة الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام الشيخ ياسر العواضي في حل القضايا الكثير من القضايا المعقدة والتي راح ضحيتها عشرات القتلى والجرحى، خصوصا المناطق الرابطة بين محافظتي البيضاء ومأرب. يعملون بصمت من أجل السلام وحقن الدماء. هؤلاء هم من عرفهم أبناء محافظة البيضاء في مختلف القضايا، يقفون إلى جانبهم، يبذلون جهدا لإيجاد حلولا لقضايا معقدة تجاوزت العقد. فبعد أيام من حضور قبلي وصف بالأول لمشايخ وشخصيات اجتماعية لسماع حكم قبلي بمنطقة قانية، التقى الجميع وتقاربت وجهات النظر في أول لقاء بعد أعوام من الحرب وسفك الدماء في مضاف لمدة 4 أيام بمديرية ردمان العواض لتوقيع خلاصة الحكم وتنفيذ ما جاء فيه، ليكلل ذلك الموقف بالنجاح في تجمع قبلي أعاد للقبيلة دورها المعهود. بعد جهد طويل وتعب وغرام على المحتكين الطرفين وعلى أن يسلطوا علينا، ولا أخفيكم أن فيه جهود كثيرة يعني مكثفة، خاصة في الـ4 أسابيع الأخيرة هي إفشال الموقف، إما بعضها الحسابات السياسية وبعضها الحسابات القبلية وبعضها الحسابات الشخصية وبعضها الحسابات ضيقة جدا. لكن إن شاء الله بوجودكم ودعم الجميع ودعم العاقلين في الطرفين سنتغلب على هذه المشكلة. إحنا توجهنا إلى الله عز وجل يعني بالدعوة والدعاء، سألنا عليه وبحثنا ودققنا في كل ما أورده، وهي مشكلة معقدة وفيها حصاد عقد من الزمن ونحف يعني حوالي 11 سنة. الشيخ ياسر أحمد العواضي وعدد من المشايخ من قبائل مراد بمأرب وعدد من مشايخ قبائل البيضاء بذلوا جهودا كبيرة للوصول إلى هدفهم السامي في حقن الدماء وإنهاء الخلاف لإعادة اللحمة بين أفراد المجتمع وتوحيد الصف لمواجهة كل التحديات. الهدف الرئيسي هو إعادة اللحمة بين أبناء المجتمع الواحد وتوحيد الجبهات الداخلية في الأساس لمواجهة الأخطار المحدقة بالبلد، سواء اللي من خارجه أو التحديات الداخلية سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية. وفي الدرجة الرئيسية توحيد جهود المجتمع لمواجهة الأخطار الخارجية المتعلقة بالعدوان. ارتياح كبير للشيخ العواضي وعدد من المشايخ الذين عملوا معه في حل عدد من القضايا خلال جولته السريعة في تلك المناطق التي تربط البيضاء بمأرب، ولها قضية آل طالب والنجر وآل أحمد بقانية وتنفيذهم للحكم، ليواصل مشوار السلام وحقن الدماء بحل قضايا عدة بمناطق متفرقة شهدت نزاعات واقتتال خلال الفترات الماضية راح ضحيتها قتلى وجرحى وكادت أن تقضي على من تبقى. دعوة للتصالح والتسامح وجهها الأمين العام المساعد للمؤتمر الشعبي العام والشيخ القبلي المعروف لطي صفحات الماضي وفتح صفحات يملأها الإخاء والتسامح في مرحلة تستوجب من الجميع وحدة الصف ورص الصفوف وإعلان صلح قبلي لـ3 سنوات في عدد من القضايا بين القبائل في تلك المناطق قوبل بتأييد ومباركة الجميع. عبد العزيز الملجمي، اليمن اليوم، محافظة البيضاء.